من اكتر الحاجات الواصله غلط عن الانتي ديبريسنتس هي ان هي ادمان. فلما يجي العيان ونبتدي نتكلم على الدواء، لا يا دكتوره وانا هدمنه ومش هعرف ابطله، ودي اكبر خدعه حصلت في التاريخ. يمكن انه اولا 90% او اكتر، يمكن 95% من الادويه النفسيه ما فيهاش اعتماديه على الاطلاق. نسبه الادويه اللي فيها اعتماديه قليله جدا، واستخدامها قليل جدا جدا جدا. فاحنا معظم الادويه النفسيه سواء كانت مضادات اكتئاب او مضادات ذهان ما فيهاش اعتماديه. طب ليه لما اجي ابطله مش هبطله فجاه لما هو ما فيهوش اعتماديه؟ الثلاث موصلات عصبيه المشهورين في الدبريشن هم السيروتونين والنور ابينفرين والدوبامين. دول اللي الادويه بتشتغل عليهم باختلاف درجاتها، وعليه لما اجي انا بعوض بدواء خارجي المواد الناقصه دي. لما اجي اوقفه فجاه، فطبيعي المواد دي تنزل فجاه في المخ، فتبتدي يظهر ايه، يا اما الاكتئاب يرجع بشده جدا، او القلق يرجع بشده جدا، او يبتدي يظهر اعراض في معدته، اعراض جسمانيه، جسم وجعه، لان ماده كان معتمد عليها من بره انا فجاه قطعتها عنه. طب ليه محتاجه اوقفها بالتدريج؟ هي نفس فكره البيبي الصغير، انا البيبي ده بسنده لحد ما يقف لوحده. فلما ببتدي اسحب الماده بالتدريج بيبتدي المخ يبتدي يتعافى لوحده، فيبتدي ايه، انا بسحب وليكن فرضيا سنتي، فالمخ هيطلع لي سنتي، فنبتدي نتصالح انا والمخ كده، في لحد ما المخ يبتدي يعوض الماده اللي انا كنت بديها له من بره. فانا مش بسحبها بالتدريج عشان هي ماده ادمانيه، ولكن عشان المخ يبتدي يتعافى ويفرز هو المواد دي من نفسه.